في قلب المدينة العتيقة للرباط يوجد شارع القناصل الحافل بذكريات سياسية واقتصادية واجتماعية. إلى غاية بدايات القرن العشرين ظل هذا الشارع محج العديد من السفراء والبعثات الدبلوماسية، ولا سيما من أوروبا. بعض من هؤلاء كانوا يأتون للتفاوض على إطلاق سراح السجناء الأجانب، فيما أقام العديد منهم في مقرات يجري حاليا ترميمها. استقر العديد من القناصل الأوروبيين في هذا الشارع. كنا نجد القنصل الفرنسي والبريطاني والإسباني والبلجيكي والهولندي، ناهيك عن العديد من الفسيفساء الاجتماعيين. هنا استقر كذلك العنصر الأندلسي والعنصر المسيحي والعنصر اليهودي والعنصر الزنجي الإفريقي في إطار عمليات نقل البضائع التجارية من هذا المرفأ إلى هذه الدور التجارية. شارع القناصل جزء رئيسي من الشارع الموحدي الأصلي الذي كان يربط غرب الرباط بواجهتها الشرقية، فهو يوجد على مشارف مصب نهر أبي رقراق حيث كانت ترسو مراكب التجارة الدولية. وعلى ضفة النهر شيدت آنذاك دور القناصل بشكل لصيق بقصبة لوداية التي تعود إلى عهد المرابطين الذين حكموا منطقة المغرب الإسلامي بداية من القرن الهجري الخامس. كان يتمركز به عدد كبير من القنصليات والقناصل الأجانب نظرا لهذا الموقع، قربه من الميناء وقربه من القصبة وقربه أولا لأن الميناء هو اللي كان فيه الرواج الاقتصادي والرواج التجاري المهم ما بين السلع الداخلية التي تصدر إلى الخارج أو السلع الأجنبية التي تستورد من الخارج وتدخل إلى مدينة رباط الفتح. وتؤرخ النقوش المزركشة على الحجارة والأبواب الخشبية لحقبة كانت الإقامة فيها داخل هذه الأحياء حكراً على فئة الدبلوماسيين. أما العمران في روافد هذا الشارع فشاهد على شكل المواقع الأثرية والمعالم الحضارية لرباط الفتح. غاب عن هذا الشارع التاريخي النشاط القنصلي الذي تميز به طيلة 3 قرون، لكنه لا يزال يشكل مركزا تجاريا وحرفيا يستمر في جذب الزوار المغاربة منهم والقادمين من مختلف أقطار العالم. عزيز فتحي، سكاي نيوز عربية، الرباط.